مساء الخير واهلا بكم في حلقه جديده من القاهره اليوم. لو كان الاخوان عايزين يخسروا خساره فادحه ما كانوش هيخسروا زي ما خسروا النهارده. النهارده الاخوان خسروا داخليا وخارجيا. اغبى حركه عملها الاخوان المسلمين من 80 سنه. اي حد متخيل ان انا ببالغ او بتكلم كلام اي كلام هتشوفوا نتائج اللي حصل ده النهارده، وهتشوفوا نتائج ده عليهم. يعني هم النهارده مش قادرين يبرروا، مش قادرين يقولوا حاجه قويه. كان كل مره يقولوا ما حصلش، ما نفعش، مش قوي، مش احنا، بلطجيه، مش عارف ايه. انما النهارده اغبى حركه للاخوان من 80 سنه. يعني اظن انه يوم الاعتداء على عبد الناصر يوم، والنهارده يوم تاني. النهارده الخطأ بروحين. الروح الاولاني خارجي، تصريحاتهم مثبته، اذهبوا وحاصروا السفاره الامريكيه. اذهبوا وحاصروا السفاره الامريكيه. طبعا كلمه حاصروا السفاره الامريكيه دي انا مش عايز اقول لكم في الاعلام الامريكي عامله ايه، عشان اخواننا الامريكان اللي هم كانوا بيقولوا لطاف وزراف واخواننا في الاخوان ولازم يرجعوا بتاع، انتوا عارفين الراي العام الامريكي عنده حساسيه من ايام حادثه ليبيا من موضوع السفارات. اي حد يروح يحاصر سفاره دي مصيبه وكارثه امريكاني. فالامريكان ابتدت التويتات والناس الصحفيين والناس الحقوقيين ينقلوا تصريحات الاخوان اذهبوا وحاصروا السفاره الامريكيه. الاهم من كده كمان تصريحات عصام العريان المثبته. انا بكلم حضراتكم على حاجات بقى مثبته، لا هي منقوله لا فيسبوك ولا مفبركه ولا حاجه، وهم مش قادرين ينفوها. فكره اما قال كل عائلات السفاره الامريكيه تمشي من مصر عشان وجودهم خطر. خطر؟ خطر يعني ايه؟ اللي اهم طلعت اللجان اللي بتبص على الطريق في الاول قبل ما يعملوا، انا بكلمكم على معلومات، قبل ما يعملوا الحركه بتاعتهم ان هم يطلعوا للسفاره الامريكيه. واحد قال لهم من اللجان اللي بتطلع تبص دي التحرير هادي وفاضي، فقال له بس ده ميعاد غزوه التحرير، نقتحم التحرير. كانت الخطه النهارده ان يتم اقتحام التحرير، يجي ناس من النهضه يبقوا موجودين في التحرير، يبقى ميدان الثوره هو ميدان الاخوان، والاخوان يقتحموا التحرير ويفضلوا موجودين فيه. سبحان الله، التحرير النهارده باقل عدد ليه من يناير 25. من يناير 25 قدر يقف وقفه رجاله محترمه ويجري الاخوان في الكورنيش لغايه اخر الاخوان، لغايه اخر الكورنيش، لغايه اما وصلوا عند الفور سيزن في الاخر خالص، علقه غير عاديه. طبعا قتل شاب من الناس اللي في التحرير وتعور ناس كتير، لكن حضراتكم بقى المره دي كمان بالمستندات الثبوتيه. النهارده الاخوان كانوا بيطلقوا رصاص على ميدان التحرير. نشوف الفيديو واضح لا يعني جدال فيه. مساء الخير عمرو، انا عايز اقول مساء الخير على حضراتكم، انا كنت شاهد عين. طيب خلينا بس نوري الناس الفيديو. الفيديو هحكي لك بالصوت والصوره لحظه قدوم الاخوان لميدان التحرير، وهنشوف هنشوف النهارده الجريمه الاخوانيه لمحاوله اقتحام. طب انا عايز اسال سؤال قبل ما نشوف الفيديو ده، لو كان في مجموعه شباب راحوا عملوا كده عند رابعه، نشوف الفيديو. صوت ضرب الرصاص والخرطوش. الناس اللي مش عايشه في مصر، الناس اللي بتضرب ده ضد اتجاه التحرير، يعني مش من عشان ما يقولكش بس اصل دول الثوار، دول ضهرهم دول ضهرهم لكوبري قصر النيل والعالمين بوزاره الخارجيه القديم. فطبعا هذا الفيديو تاريخي. الان متلبسين، هم متلبسين باطلاق النار على الثوار. الكلام اصل احنا كنا رايحين صدفه وسلميه صدفه وكان معانا السلاح صدفه ووقفنا صدفه وضربنا الثوار في التحرير صدفه، كل ده كلام فارغ وكذب.
كل ده كذب وتزوير من عصام العريان واتباعه. انتوا شايفين بعينيكوا دلوقتي اهو، بعينيكوا دلوقتي اهو، وهم بيطلقون الرصاص والخرطوش على الشباب في التحرير رسمي صوت وصورة. اتفرجوا تحية للبديل، تحية للشاب بتاع البديل اللي صور الكلام ده رسمي، محدش يقدر فيهم يفتح بقه بكلمة. ادي الحب بتاع الاخوان للشعب المصري، ادي السلمية الاسلامية، ادي الناس المحترمة، ادي الناس اللي نازله تعمل مظاهرات عشان تعبر عن الشرعية. النهاردة انتصار الشرعية، ده الانتصار، وهي دي الشرعية، ان انت تقتل المصريين، ان انت تروح تهدد هيئات دبلوماسية. ادي اهو مسدس في ايده اهو باشمهندس بيضرب، واضح جدا، واضح جدا. لا تقولي لا بلطجية ولا مأجورين ولا حاجة. الوقت اللي انت كنت معدي فيه في المسيرة انت قرر، انت حيلي في عينيك، حاولوا ياخدوا منه الكاميرا طبعا، انت حيلي في عينيك ميدان التحرير. انما ابدا ابى الله الا ان يتم نوره. الناس كانت قاعدة بقى، هقول لك زي ما انت بتقول، كانوا قاعدة يا عيني بيجهزوا الفطار بتاعهم، ما اقدرش اقول لك انهم كانوا بيصلوا لانه لسه كان المغرب ما ادانش. انما في الوقت ده انت حيلي في عينك وافتكرت ان انت ممكن تقتحم التحرير، ولكن هزيمة داخلية وخارجية. النهاردة شكلك سيء، النهاردة انت مهزوم هزيمة منكرة. شوف مساء الخير على حضراتكم. اولا بس عايز اقول ملاحظة صغيرة قبل ما اقول رؤية العين اللي شفتها بعيني. الملاحظة الصغيرة انه لو المسيرة دي كانت رايحة فعلا السفارة الامريكية، وجزء منها كان رايح كمان، رايحين للامريكان بسلاحهم. ايوه يعني شايلين سلاح اللي احنا شفناه دلوقتي، اكيد السلاح ده ما خدوش في السكه عشان الامريكان يبقوا طبطبوا عليهم تاني. سلاح في ايديهم رايحين عند السفر. ما حدث التالي يا استاذ عمرو، انا خرجت من بيتي في مصر الجديده عشان اوصل جورنال الاهرام حوالي الساعه 2:30، السكك بالكامل مقفوله، اضطررت في النهايه انه الف من لفه كبيره جدا من وسط البلد الى ان دخلت ميدان التحرير. دخلت ميدان التحرير في حدود الساعه يمكن 4:15، الميدان كان فاضي تماما زي انت بتقول. ايوه طبعا تماما طبعا، يعني ما فيش عشرات حتى، يعني خمسه هنا ثلاثه هنا. ودخلنا على كوبري قصر النيل، فجاه قبل الكوبري مباشره فوجئت بانه في حوالي 7-8 شباب. انا بص الناحيه الشمال لقيتهم بداوا يجروا بسرعه ناحيه اليمين اللي هي في اتجاه الكورنيش. انا ما انتبهتش، بصيت على الناحيه اليمين لقيت في حدود 2000 شخص جايين من الاخوان المسلمين، وصلوا لغايه مدخل النفق. الولاد دول بشجاعه غريبه جدا، الثلاثه اربعه الخمسه هم اللي تقدموا طبعا على الالاف. أيوة. عشان يامنوا الميدان. عيال الفل والله العظيم، عيال بتدافع عن ميدان التحرير يا ضيه، ما بيدافعوش على حاجه قليله، زيد عن 7-8. الله. اتقدموا العربيه، احنا وقفنا شويه على كوبري قصر النيل قبل ما نعدي عشان نطلع مره ثانيه من الزمالك على الاهرام. وقفت شويه لقيت المسيره اترددت قصاد السبعه ثمانيه دول، فجزء منها نزل النفق والجزء الثاني قعد متردد فوق. بعد كده عدينا على الجزيره، ابتديت وانا في الزمالك اسمع صوت طلقات سلاح آلي بنفسي بودني، على ما يبدو ما اعرفش اللي تم ايه، لكن يبدو ان في جزء من المسيره نزل في النفق ولف من عند الشبر. بص اهو اهو، ما هو ده لف كده من عند الشبر. خد بالك اللي نزل طلع من النفق عند عند الخارجيه القديمه. هو لف من ورا الشبر وجه، وبالتالي المشهد كان غريب جدا. انت جاي عنوة وفي يعني ايه زي بيقولوا في 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 غفلة من الزمن جاي تستولي على ميدان التحرير. انا عايز اعرف ايه المعنى غير اراقة الدم ان تذهب الى ميدان التحرير. يا سيدي احنا متفقنا، انت قاعد في اشارة تصرف خسيس جبان والناس قاعدة في التحرير، هي دي السلمية. ميدان التحرير اللي وصلكم للحكم، هي دي السلمية، هو ده هو 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 ده الاحترام للسلمية وللناس المعتصمين. مالكم الميدان التحرير؟ مالكم الميدان التحرير؟ انت ليه عايز تولع في البلد؟ انا ابتدى يبقى عندي قناعة ان انت النهاردة كنت عايز تتصور وانت بتضرب رصاص، عايز تبعت رسالة للعالم كله تقول له مصر بقت سوريا، عايز تقول له كده اهو على كل ناصية وبنضرب رصاص وبنضرب ببعض وباظت البلد. انما البلد ما باظتش، الولاد بتوع ميدان التحرير النهاردة كانوا ابطال. حقيقة. والولد اللي استشهد النهارده بسبب الغباء بتاعكم والهبل بتاعكم وشكلكم قدام رابعه كلها النهارده راجعين لابسين طرح كعادتكم،
انا عايز اسال سؤال، ليه ما فيش مره مسيره ليكم بتعدي بسلام يا اخي؟ النهارده في اليوب دم ونار، المانيال النهارده الظهر وانتوا بتجروا متكعورين زي المحشي، عديتوا على المانيال كالعاده، ضربتوا واتضربتوا هناك، الا ما بتروحوا حته غيروا فيها دم ونار. ايه الحكايه؟ احنا بالملايين عدينا البلد من اسكندريه لاسوان، محدش رمش واتحجب، محدش اتلمس، انتوا ما بتروحوش حته غير فيه دم ونار. ايه الحكايه؟ انتوا عايزين ايه؟ وطبعا النهارده ده الاثنين، ولسه كنت بسال ضيا امبارح بقول له ده بكره الاثنين انتصار الشرعيه. طيب النهارده المفروض كان فيه اربع خطط، محاصره مدينه الانتاج وهم وابتدوا بره يتلموا، محاصره مسفيرو، محاصره وزاره الدفاع، ومحاصره الحرس الجمهوري والسفارات. وفي سبع سفارات. اربع حاجات هتتعمل النهارده. طب هشوف وبعدين احنا قاعدين في المدينه، احنا خلاص اتهرينا حصار، يعني ما بقاش يفرق معانا هتحاصر ولا مش هتحاصر. عند وزاره الدفاع انت عارف النتيجه، نزلوا النهارده وحده صاعقه، ومعرفش دول بقى الناس دول بياكلوا تعابين ولا بياكلوا ايه ولا هياكلوا ايه النهارده، هيتسحروا بايه النهارده؟ مش قادر افهم. مسفيرو انتوا عارفين هناك الحرس الجمهوري موجود، وانتوا عارفين عندكم تجربه يعني مؤلمه لمصر كلها مع الحرس الجمهوري. طب انتوا عايزين ايه؟ ايه النتيجه في الاخر؟ يعني النهارده اخر اليوم هتبقى النتيجه كم قتيل كم كام؟ مصر مش هتسقط، ومصر لن تكون سوريا، ومصر مش هتقدروا تعملوا فيها اللي انتوا عايزينه. بكتركوا اي مسيره ما تكملش 1500، بكتركوا. انا عايز اعرف عصام العريان عايز ايه؟ انا عايز اعرف دلوقتي الامريكان لغايه دلوقتي شايفين الاخوان بتحرض على السفاره الامريكيه في مصر، ولغايه دلوقتي الامن المصري هو اللي مامن السفارات كلها لان ده دوره وواجبه، لكن هذه الرساله اللي بتتبعت للامريكان بره لغايه دلوقتي مش مفهومه. الناس دي يا جماعه ما لهمش امان، الناس دي ام النفاق وابو النفاق. معايا عليا النهارده كل هدفه ان يوصل للسفاره الامريكيه ويولع فيه. هو ده الناس اللي انتوا عايزين تحطوا ايدكم في ايدهم النهارده يا جماعه؟ لان وكاله اقبال فرنسيه ورويترز وكله كتبوا الخبر ايه؟ الاخوان يهاجمون ميدان التحرير. انا صحفي وفاهم، اول ما الليد الاولاني بيجي هو ده اللي بيتكرر في كل نشرات الاخبار. خلاص الاف بي كتبت او رويترز كتبت العنوان، الخبر بياخد الاتجاه ده. حتى الجزيره حاولت تقلب فيه ما بيتقلبش، لان الاخوان النهارده كانوا عايزين يقتلوا الشباب في ميدان التحرير. وجوبنا اتفرج عليه وهو معاه السلاح مش قادر يخطي متر، لانه عارف لو خطى العيال هتقرقشوا جوه. العيال جوه يا جماعه اللي نايمه في ميدان التحرير دي ما بتسيبوش. دول لو بلطجيه ولا عيال واخده فلوس ولا حاجه كان قال لك انا مالي يا عم، وفضلوا يجروا وراهم في شارع الكورنيش لغايه الفور سيزون، لغايه اما جابوا منهم عيال وقبضوا عليهم وسلموهم للشرطه. الناس دي يا جماعه لو بلطجيه اللي موجوده في ميدان التحرير وماجورين زي ما العيال بتوع الاخوان بيقولوا كانوا سابوا لك الميدان ومشوا. انت ما قدرتش، ده انت عارف انت بينك وبين ميدان التحرير انت واقف بتضرب من فين؟ انت تبعد عن صينيه ميدان التحرير 200 متر، انت 200 متر مش قادر تقرب، انت لو بالمشي هتاخد 5 دقايق عشان توصل للصينيه. انت ما تقدرش. هو ده الاسلام، هو ده رمضان. ربنا قال لكم كده، ربنا قال لك اقتل اخوك اللي معاك في نفس الوطن المسلم او المسيحي وهو صايم. انتوا فرقتوا ايه عن اي حد تاني يا اخي؟ حرام عليكم، عيب كده، عيب يا عصام عريان. وهم النهارده يا عيني لا قادرين يعملوا تويته للغرب، ولا قادرين يعملوا تويته للشرق، ولا قادرين يتكلموا، ولا قادرين يقولوا اي حاجه، لانه مكسوفين. هم تخيلوا ان الانتصار المؤزر هيحصل، وابعت هات الناس من نار.